حلوين عاملين ايه؟ فيديو النهاردة ملخص لمسلسل زوجتي الغير متوقعة، الجزء الثاني هو صيني ومتصنف رومانسي دراما. شكرا جدا لتفاعلكم على الجزء الاول، واللي لسه متفرجش عليه هحط لكم الرابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. لو عاوزين تعرفوا احداث الدراما كملوا معانا الفيديو للاخر. وقبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو بتحبوا المسلسلات التركية اشتركوا في قناتنا الخاصة بالتركي، ولو بتحبوا الانمي والمانجا اشتركوا في قناتنا الخاصة بالانمي. هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدأ احداث المسلسل مع بعض. المسلسل بتاعنا بيبدأ بأهل البطلة وهم بيعتذروا من البطل، وبتقول له أنا آسفة ما كانش المفروض أعمل كده، وبيقول أبوها إحنا أصدقاء من سنين أنا آسف على ده، وبتقوم تجيب شاي وبتدي لأبو البطل، وقبل ما تدي للبطل بتبص للخدامة وبتقول له اتفضل، وبيقول له أبوه هم ناس كويسين امنحهم بعض الرحمة. بيشرب البطل وبيقول هطلع أوضتي، وبتدي لأبوها شاي هو كمان، وبتطلع ورا البطل اللي بتهجم عليه فبيقوم، وبتقول له ايه ده انت ازاي لسه في وعيك، وبتدخل البطلة وبتقول لها اعتقد انك متضايقة، وبيبان ان الخدامة حطت مخدر في الشاي، وطلعت تكلم اخت البطلة في التليفون تقول لها مكان الكوباية، وبتسمعهم البطلة وبتدخل تغير الكوبايات، فبتقول لها انت كده دايما بتحب تبوظي حياتي، فبيقول البطل بدل ما تهزئي اختك انزلي الحياة ابوكي. واللي بيكون اخد هو الشاي بتاع البطل وما بيكونش شايف قصاده، وبيبدأ يعمل حركات غريبة ويهاجم على ابو البطل وعلى بنته، وهي مش عارفة تعمل ايه فبتمسك فازة وبتضربه على دماغه بيها، والكل بيتصدم، وبتجري البطلة بتقول لها انت قتلتيه، وبتقول لا مش انا ما قتلتوش، وبتجري. وبيروح البطل بقطنة ياخد عينة دم من أبوهم، وبيكون عاوز يعمل تحليل لأبو البطلة، وبيقول تخميني صح هو مش أبوكي الحقيقي، وبتتصدم البطلة وبتاخد التقرير وبتطلع تعيط في الشارع، هو بيجري وراها لحد الطريق، ووقفت قصاد عربية وكانت هتخبطها، وهنا بيشدها البطل وبيقول لها مجنونة كان هيحصل لك حاجة، وبتقول له الكل بيكذب محدش بيحبني، فبياخدها في حضنه وبيقول لها اهدي انا هنا موجود عشانك. بيروحوا مطعم سوا وبيقضوا عشاء لطيف، وبيبان رئيس العصابة اللي هجمت البطل في الجزء الاول، وبيقول عاوز اعرف معلومات عنها. بيقوم البطل وبيقول لها تسمحيلي بالرقصة دي، وبتقول له لا، لكن بيقول لها ما تخجليش انا هعلمك، وبيبدأوا يرقصوا سوا وبيبان عليهم الحب والسعادة، وبيكون الراجل بيتفرج عليهم وبيفتكر نفسه هو ومراته وهم بيرقصوا في نفس المكان، وبيستغرب وقلبه بيوجعه وبيقع وبيغمى عليه. فجأة تليفون البطل بيرن وبيقول لها هرد ثواني خليكي هنا، وبتكون اختها جاية المطعم وبتقول دي بتعمل ايه هنا، وبتشوف البطلة الشخص اللي واقع وبتجري عليه، واللي بيشاور على دواء في الجاكيت وبتديله منه وبتحاول تنقذه. بتشوفهم اختها وبتبتسم وبتسيبهم وبتمشي. بتلاقي البطل بيقول لها بتعملي ايه هنا فين البطلة، فبتقول له توقف عن البحث عن البنت دي، البنت دي هتأذيك، وبيقول لها تقصدي ايه، بتاخده وبتقول له شايف بتعمل ايه بتنقذ عدوك، وبياخد البطل وبيقول لاختها ملكيش علاقة بينا، وبيشد البطلة وبيقول لها انت اتجننتي ده عدوي، بتقول له حتى لو عدوك دي حياة شخص ولازم اعمل اللي في ايدي علشان انقذ حياته، وبيقول لها طيب لو هددك بعد ما فاق، قالت له انت موجود عشان تحميني، وبيطبطب على شعرها. وبتروح اختها للراجل وبتاخده المستشفى وبيصحى، وبيقول لها انت انقذتي حياتي، وبيقول لها لازم اعملك معروف شوفي عايزة ايه، وبيشوف السلسلة اللي في رقبتها وبيقول لها دي بتاعتك، وبيبان ان هي وهي صغيرة كانت بتدور في حاجات البطلة وبتلاقي السلسلة وبتلبسها، وبتقول البطلة دي بتاعت امي ادهاني ما ينفعش تاخديها، بس بتزقها وبتقول لها دي بتاعتي دلوقتي. بتضحك للراجل وبتقول له ايوه امي ادتهاني انت تعرف امي ولا ايه، بيهز راسه وبيقول لها بنتي اخيرا لقيتك، بتقول له ابي، وبتيجي للبطل هي وهو، والراجل بيقول له دعني اقدم ليك بنتي، وبتكون لابسة السلسلة، وبيقول للبطل بقالنا كتير اعداء حان الوقت عشان نصحح العلاقة، اتجوز بنتي هنبقى شركاء وتبقى شركتك اكبر شركة في الصين، فبيقول له مستحيل وبيبتسم. وبتدخل ام البطلة على كرسي متحرك، واول ما بيشوفها بيطلع يجري عليها وبيقول لها انت لسه على قيد الحياة، وبيقول لها تم لم شمل عيلتنا اخيرا، وبيقول دي بنتنا، وبتقول له لا، وبتمسك ايد البطلة وبتقول له هي دي بنتنا، وبيقول ايه اللي بيحصل ده،
وبيبان ان البطل اخد البطلة وراحوا عند امها ومعاه دكتور، وانه كان عندها تسمم من الادوية وعالجوها، وبتقول له ما كانش المفروض اتجوز من العيلة دي، وبيقول لها انا اسف ان انا اضطريت اسيبك، وبتحاول تهرب البنت، لكن البطلة بتقول لها لا مش هتهربي، وبتمسك الشوكة وبتحاول تضرب البطلة، لكن البطل بينقذها وبتقول لها انتي وقحة، فبتضربها البطلة وبتقول لها انا مدينة ليكي بالألم ده زي ما ضربتيني قبل كده، وبتقوم تطلع تجري، وبتمسك البطلة ايد ابوها وبيقول لها صوتك مال، وبتقول له امها ان هي بعد مرضي زعلت عليا وصوتها اتأذى، فبيقول لها هجيب لك اكبر الدكاترة في العالم بس اهم حاجة تبقي كويسة، فبيقول البطل مفيش داعي وانه بدأ يعالجها فعلا وانها بدأت تتحسن، فبتقول له ما تقلقش يا ابي. بتمشي هي والبطل وبيجي له مكالمة وبيقول لها ثواني هرد، وبتكون داخلة محل هدوم وبتنقي وبتروح تقيس بتلاقي زرار مقطوع، وبتقول لصاحبة المحل الهدوم بايظة، وبيبان انها كانت بتحاول تجربها فمش بتعرف تقول ايه، فبتقول لها انت اللي بوظتيها لازم تشتريها، وبتقول لا لكنها بتقول لها وقفي دافع عن نفسك، بيدخل البطل هنا وبتقول له ايه ده سيد الرئيس، وبتضرب البطلة وبتقول لها بعدي ده عميل في اي بي، وبيحضن البطلة وبيقول لها جهزي كل اللي في المحل ما عدا القميص ده، ويا ريت ما تجيش الشغل تاني انت مرفوضة بعد ما ضايقتي زوجتي. بياخدها وبيروحوا يتعشوا، لكنها بتتخنق فجأة وبيشيلها وبيطلع يجري بيها، وبيقول لها انت كويسة، فبتقول له انها هي دايخة، وبيجي مدير المطعم وبيقول له كل الاكل في مطعمنا طازة لا يمكن يكون السبب الاكل، وبيجي ابوه وابو البطلة وبيقول لها انت كويسة، بتقول له ايوة بس بيقولوا لها لا شكلك تعبانة، وبيبدأوا يهزقوا صاحب المطعم وان هو السبب في كل دوت، وهو بيقول له لا احنا مش السبب، وبيخرج وهو متضايق على شغله اللي هيقف، وبيدخل الدكتور وبيقول للبطل انت لسه فاكر تجيبها دلوقتي، فبيقول له يعني ايه احنا اتأخرنا، وبيخاف جدا عليها لكنه بيقول له طبعا زوجتك حامل من 7 اسابيع ولسه جايبها دلوقتي، فبيقول له ايه حامل، وبيفرح ابوه وبيفرح ابوها جدا، وبيقرب البطل على البطلة بتاعتنا وبيقبلها، وهنا بيخلص المسلسل نهاية سعيدة ولطيفة زيهم. أتمنى يكون الملخص عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعملوا لايك للفيديو لأن ده شيء بيفرحني جدا، ولو بتحبوا الأنمي اشتركوا في قناتنا الخاصة بالأنمي، ولو بتحبوا المسلسلات التركية اشتركوا في قناتنا الخاصة بالتركي، هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت، ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، وأشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، باي باي.